حنروح للأدب والثقافة يا ليلى. تماما يا رشا، الأدب بكل أنواعه ولغاته وأصنافه، فمهما كان محايد فيه أنت، إنما للغة، للهوية، للثقافة وأيضا للتقاليد، وقبل كل شيء أكيد في انتماء للإنسان لآلامه وآماله وأيضا همومه يا رشا. دائما بيقولوا الأدب يعني هو نقل لهموم الإنسان، لمشاعره، لروحانياته، للواقع اللي عم بنعيشه. تمام. اليوم شو يعني أدب منتمي وأدب غير منتمي؟ شو هي صفة الانتماء بموضوع الأدب؟ اليوم رح نضوي على هاي النقطة ونحكي أيضا عن الندوة اللي كانت ضمن أبو رمانة من يومين بتخص هذا الموضوع. هدول التفاصيل وغيرهم حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة آداب عبد الهادي، وحضرتها كاتبة وباحثة وأعلامية وناقدة أدبية. يسعد صباحك. يعني أدب حضرتك الدكتورة آداب، في قصة، في جينات يعني بالموضوع؟ أول شيء صباح، صباح الخير. صباحك أهلا وسهلا فيك. طبعا هون فينا نرجع نحن على الهندسة الوراثية، الوراثة الجينية. فعلا في موضوع وراثي. من اختار لك الاسم دكتورة؟ والدي أنا، هو كاتب وأديب، الشاعر الراحل إبراهيم عبد الهادي الله يرحمه، وهو عطانا هاي الأسماء، مش بس اسمي أنا، كمان أسماء إخواتي ما شاء الله، ألوان وأوراق وأعراف هيك. أختي أوراق. ما كان في هيك انتقاد للوالد أنه طبعاً أنه شو هيك أسماء؟ هلأ أنا بالنسبة لي بصغري كنت استهجن هيدا الاسم، صح، وخاصة لما بيكون عندنا بالمدرسة في دروس أداب الطعام، أداب المائدة، أداب الطريق، فكنت أنا يعني أخجل لما الأنسة تقول أداب، فأروح أقول له أنه لك اسم كتير يعني أنا عم ببكي وشو هالاسم بدي غيره. قال لي يا بابا بس تكبري رح تحبي اسمك، رح تلاقيتي قدامك. إيه هلأ حبيت الاسم كتير، وفعلا لكل من اسمه نصيب. كل من العامل الجيني والوراثي له علاقة بمهنة الإنسان وبتوجه الإنسان وبمهارات الإنسان مستقبلا. حقيقة أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. طبعا نعرف اليوم تطورت فكرة الانتماء بالشعر العربي، ودائما الشعراء يمكن بتأثر البيئة المحيطة عليهم، ودائما فكرة الانتماء موجودة عندهم. خلينا نحكي كيف تطور الانتماء عبر العصور بالشعر العربي لحتى وصل لهي المرحلة. قبل ما نحكي على أي شيء بدي أقول أنه الانتماء حاجة أساسية من الحاجات الأساسية للكائن البشري. إبراهام ماسلو وقت حط هرم الحاجات الأساسية اللي هي الأكل والشرب وإلى آخره، فحط الانتماء وتقدير الذات حاجة من الحاجات الأساسية. عندما تقل هذه الحاجة أو تنتفي بيصير في عندنا خلل بالموضوع، خلل بالكائن. فالانتماء هو يعني الكلمة تحوي بمضمونها الانتساب والنمو، التطور. فأنت منتمي، أنت منتسب، وانتسابك في ازدياد. الأدب العربي تناول موضوع الانتماء. الانتماء نحن أكثر شيء بناخده التناول الشعر الانتماء للوطن. قبل نحن بالعصر الجاهلي ما كان في عنا وطن، كان في عنا قبيلة، فكان الانتماء للقبيلة. وفي عنا كثير نحن قصائد للشعراء منهم منتمين ومنهم غير منتمين، سيما بالعصر الجاهلي. عنا كثير قصيدة مشهورة اسمها لامية العرب للشنفرة، الجانب اللامنتمي بشز عن القبيلة. القبيلة هي كانت الوطن، ما كان في شيء اسمه وطن، هيدا شيء جديد صار. ففي عنده قصيدة مشهورة بيقول فيها هو طرد القبيلة من ذاته ومن انتمائه، وبالتالي القبيلة طردته وأصبح صعلوكا، ووجدت ظاهرة الصعلكة اللي هي نموذج للا انتماء، لغير الانتماء، وهي ظاهرة مش إيجابية كثير يعني. فبيقول وقت لقبيلته ولا لأهله، ولي دونكم أهلونا سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر زائع لديهم، ولا الجاني بما جرى يخزل. هيدا في الجانب الثاني للانتماء. في كان عندنا المنتمي، نعم، دوريد ابن الصمة مشهور أيضا. يعني أنا عم قلك شغلات العالم كلها بتعرفها وقصائد مشهورة للعامة يعني. فكان يمثل الانتماء والولاء. نحن في عندنا ثلاث مفاهيم: الانتماء، الولاء، الالتزام. الانتماء أن تنتمي إلى هذه البيئة، إلى هذا الوطن، إلى هذا المكان بكل مكوناته، أي هذا أنت منتمي. نعم. الولاء
عندما تقدمين الولاء الكامل، التضحية بالمال والبنون وإلى آخره، والمساهمة في تنمية هذا الوطن، هيدا أنت عندك ولاء، والالتزام هو الالتزام بهذا الولاء. أيوة. هيدا كانت عند رد ابن الصمم. أما عند الشنفرة ما كان عنده الانتماء ولا عنده الولاء ولا الالتزام، فأصبح صعلوكا من الصعاليك، ومعروفين الصعاليك. دريد ابن الصمة في له كمان بيت شعر كبير مشهور يؤكد ويدل على الانتماء، في قصيدة قال في رثاء أخيه، بيقول فيها: ما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وأن ترشد غزية أرشد. فدريد ابن الصمة هو شاعر وفارس ومن علية القوم، فهو مع القبيلة في محاسنها ومساوئها. فهيك كان الانتماء في العصر الجاهلي. في العصر الإسلامي بلش يصير في عنا شوي مفهوم يعني مش للوطن بشكل أكبر، مش قبيلي يعني، وتطور عبر العصر العباسي والعصر الأموي إلى أنه هلأ صار عندنا نحن وطن اللي هو معروف بأركان الدولة، بحدود الدولة. وبعد من الوطن صار عندنا الأمة، يعني هذه مفاهيم اجت بالعصر الحديث. قبل منه المكان طبعا بالأدب الأندلسي كثير، في كان عندنا قصائد تتغنى مش بالأندلس، بالبلد الأساسي اللي اجى منه. يعني عندنا شاعر مثلا قاعد بالأندلس يتغنى بالمنشأ اللي طلع منه، من سوريا، من العراق، من بغداد إلى آخره. الانتماء هو طبعا له أشكال مش شكل واحد، لكن اللا انتماء هو المصيبة، هو الكارثة. قد ينتمي الإنسان إلى هذه البيئة ويوالي بيئة أخرى، قد ينتمي إلى وطن ويوالي وطن آخر، قد يوالي وطن ويلتزم بوطن. يعني هذه المفاهيم مش انه يعني هي مترابطة ومفاهيم متطورة وزيادة. الإنسان يبدأ بانتمائه إلى والديه، ثم إلى أسرته، إلى حارته، إلى مدينته، إلى وطنه، إلى أمته. فالانتماء يزداد وليس ثابت. ما حدا بيقول لك أني أنا منتمي هلأ لبلدي، مثلا أنا منتمي لسوريا والله وعندي ولاء لدولة تانية. هيدا انتفت عنه صفة الانتماء. الانتماء مش بالكلام. في شغلة تانية مهمة جدا، نحن ننتمي إلى هذا الانتماء بحاجة إلى عمل. شلون يعني؟ لا يكفي أنك تنتمين إلى الوطن أو تنتمين إلى هذه البيئة، عليك أن تحافظي على هذا الانتماء. في عناصر لازم تتوفر بالفرد ليحافظ. شو هي العناصر؟ في عندك العقل، الوعي، الإدراك، القوانين الأخلاقية. نحن ما هلأ كل كائن في الكرة الأرضية ينتمي إلى شيء، لا يوجد شيء غير منتمي. لكن السمكة عندما بتكون بالبحر هي تنتمي إلى الماء، هي ما أنا بحاجة تتعب حتى تحافظ على وجودها بالبحر، مهمتها أن توجد فقط في البحر. أما أنت موجودة في هذه المنطقة، أنت بحاجة تتعبي لتحافظي على انتمائك، مثل ما عم بيصير هلأ عنا بغزة. المواطن بغزة، الفرد بغزة، هو ينتمي إلى غزة، لكن وجوده مهدد. لا يكفي أن يقول أنا من فلسطين أو أنا بغزة. صحيح. بحاجة إلى فعل، بحاجة إلى تشغيل العقل، بحاجة إلى وعي وإدراك بهذا الانتماء كي أستطيع أنا أن أبقى هنا. تفعيل يعني عناصر الانتماء. يعني أنا ما فيني أقول لك أنا منتمي وقاعد ما عم بعمل شيء، لا، بدي أنا حافظ على هذا الوجود. ماني مثل كائن أي كائن آخر. أنا بحاجة إلى تفكير، إلى عقل، إلى إدراك، إلى في قوانين أخلاقية. الانتماء أخلاق. صحيح. لا انتماء انتفاء الأخلاق. طيب دكتورة أداب، اليوم حضرتكم كنتوا بندوة بأبو رمانة، خلينا نضوي على هي الندوة. ذكرتي نقطة أنه الانتماء ممكن يكون له أشكال مختلفة، يعني هل هي الأشكال ممكن تتغير مع روح العصر، مع تغيرات العصر اللي عايشينه نحن؟ إيه طبعا. هلأ بالنسبة للندوة، نحن بالأسبوع الماضي أقام مركز أبو رماني بالتعاون مع اتحاد كتاب العرب بإدلب ندوة، حضر لها الإعلام القدير الأستاذ محمد خالد الخضر، وكان فيها أيضا مشارك الدكتور جهاد بكفلوني. وعملنا إضاءة على سيرة الأدب العربي، وأخذنا كيف تناول الشعراء في القديم والحديث موضوع الانتماء في الشعر العربي. وكان في كثير مجموعة من الكتاب ومن الأدباء، وكانت ندوة جدا مميزة. ومثل ما قال
الأستاذ محمد خالد الخضر اللي هو منسق الندوة، أنه نحن هلأ في مرحلة بحاجة حقيقة إلى تعزيز انتمائنا، تعزيز الانتماء للوطن. لأنه مثل ما قلنا الانتماء بده شغل. شلون يعني أنا بدي حافظ على انتمائي؟ بدي أنا ساهم في كل ما يخدم بلدي وأبناء بلدي وأفراد بلدي. أي عمل، أي عمل فني، ثقافي، اقتصادي، فكري، أي عمل هو نابع من انتمائي إلى هذا البلد. ومفروض نحن نعمق هذا الموضوع، خاصة عند الأجيال الجديدة اللي ما عندهم لحد الآن تمييز بين الانتماء للبلد والولاء للبلد والالتزام أو والسفر. هنا يعني نحن في مثلا موضوع الهجرة أو موضوع السفر، أوكي أنت هاجر لا يمنع هجرتك، لا تنفي انتمائك. أنا بهاجر كون سفير لبلدي بأخلاقي، بعملي، بإبداعي، بدراستي، فأنا سفير. لما نكون نحن قاعدين هون، حتى السوريين على فكرة بشكل عام عندهم انتماء حتى مفرط. يعني نحن السوريين عندنا بنحب سوريا كتير ونفتخر بسوريتنا، نعتز بسوريتنا، بنشوف حالنا بسوريتنا. فأي شغلة نحن بنعملها بيقولوا لك سوري سوري، أنه أبدأ شوف السوري شو عمل، شوف السوري شو عمل. حتى اللي بيعمل عمل عظيم برا وينال التقدير من العالم الآخر بيقول بكل فخر أنا من سوريا، أنا من سوري. وخاصة ضمن السنوات الضغط اللي مضت علينا، يعني رغم كل شيء كان السوري اليوم عم ينجز على المستوى الخارجي، لأنه هو السوري مبدع وخلاق. ونحن يعني بشكل عام كل السوريين، معظم السوري يعني نادرا تلاقي حدا سوري ما عنده الفخر والاعتزاز بانتمائه الى هالبلد. فبتشوفين بدول العالم بيقول لك انا سوري عملت كذا، انا سوري عملت كذا، حتى عملوا ازمه لدول العالم يعني. فهذا هو الانتماء، هذا هو الانتماء. تمام، مثل ما ذكرتي فكره الانتماء موجوده، لازم تكون موجوده كمان عند اي شخص عادي. لكن اليوم الشعراء والادباء في بعضهم بيكون ما عندهم انتماء، شعرهم او ادبهم ما فيه انتماء. حضرتك شو بتقولي عن هدول الأشخاص؟ وأنت ممكن أنك تنفي عنهم صفة الأدب؟ إيه، لقلك ليش. قلنا نحن الانتماء حاجة من الحاجات الأساسية. طيب أنت إذا من الحاجات الأساسية، أبسط مثال رح نقوله الأكل والشرب. إذا أنت شخص هلأ جوعان وعطشان، شلون بدك تقدمي بشكل صح؟ مش رح تقدمي، رح تطلعي شاحبة والجمهور مش رح يتفاعل كتير معك. هكذا الأدب، الأدب اللامنتمي في ثغرة، في غلط. أنا لما بدك تكون منتمي، أنا بدي أحس بأدبك. أنت مو منتمي بيكون ضائع بين المثالية وبين الواقعية. أدب غير واضح الملامح وما في له هدف. يعني أنا أنت ما تحكي بشو، يعني شو بيقولك منتمي للكلمة؟ طب الكلمة لمين؟ لمين موجهة؟ للأرض، للوطن، للحبيبة، يعني لمين؟ أما كلمة هيك يعني غير غامضة. فالأدب اللامنتمي هيدا أدب ضائع، ضائع الملامح، غائب الملامح، مش أدب. ما في هوية، ما في هوية. ليش لكن هلأ أدباء اليوم أنت ما بتحسي فيهم ولا بتحفظي لهم شيء؟ لأن ما قالوا شيء بيلامس روحك. شو اللي بيلامس روحي هلأ؟ محبة الوطن، أو شوفي القصائد الوطنية، شوفي قصيدة موطني قديش كل الشعب حافظة، مو بس عنا، بالوطن العربي. لما بيقولك موطني، السناء والبهاء، الحياة، الجمال والبهاء، يعني أنت انبسطتي بشيء بناغم الروح، بناغش الروح من جوا بالذاكرة. طبعا طبعا. في هلا على سيرة الانتماء بالندوة، الشاعر محمد خالد الخضر اللي هو من الشعراء القديرين والمميزين ومن شعراء اليوم، وهو ينتمي إلى الشعر الكلاسيكي، الشعر التقليدي، ولو أنه عنده بعض النثريات. في عنده ببعض القصائد أو بمعظم قصائده، سيما بالعشر سنوات الأخيرة، صور. يعني نحن ليش شوفي انه نحن حسينا فيها؟ لانه في انتماء. قدم لنا صور من اجمل واصدق وانبل واشجع صور الانتماء بالشعر الحديث. في عنده مقطع، ولو بدي اقوله شوي، بقصيده كتب القصيده في ذكرى استشهاد الاعلامي علي عباس، وهو إعلامي سوري نالته يد الغدر في بداية الأحداث في سوريا. فكتب له قصيدة طويلة عريضة اسمها أغنية حزينة.
اخر مقطع ثلاث اربع بيات مشان ما اخذ الوقت كثير، بيقول له لم يبقى شيء يا علي حتى نمير صديق اوجاعي القديمه لا اراه ولا يراني والناس ترقص للاغاني، ها انت تعلم يا علي ما لدي وما لديك، سجل على تابوتك الميمون اسمي إنني من إدلب الخضراء منتميا إليك، والبندقية في يساري والقصيدة في يميني والسنة المتناسر كالغيث من روحي عليك. الله قد ايه حلوة عبارة العبارة اللي ذكرتيها، على تابوتك الميمون اسمي. بدك أقوى من هيك انتماء؟ وبدك أقوى من هيك وطنية ومحبة و انني من الدب الخضراء من روحه، من روحه يعني قديش عاطي من روحه يعني بقصيده الرثاء، يعني لم يبقى شيئا يا علي. شفتي يعني ليش حسينا فيها؟ اكيد لانه فيها انتماء. تماما. ليش حفظناها؟ لانه فيها انتماء. الانتماء للوطن من ارقى واسمى انواع الانتماء. فيك تنتمي لاي شيء، الانتماء له اشكال، انتماء اجتماعي اقتصادي سياسي لحزب لكذا، لكن الانتماء للوطن لا يعلى عليه، فهو انبل وارق واصدق. وبالمناسبه الناس تحفظ القصائد الوطنيه، تحفظ صحيح. القصائد المنتميه اكثر من اي قصائد اخرى، هن بيحفظوا الثنتين، قصائد الغرام وقصائد الوطن. دكتوره خلينا نركز على هاي النقطه لو سمحتي، كونك ذكرتي اليوم الذاكره والشيء اللي بيلامس ارواحنا، اليوم عم نشعر بحاله خلينا نقول وخاصه ضمن الوضع الراهن حالي في ضعف ما بين الجمهور والشاعر، يعني اليوم عندنا شعراء كثير ولكن بتلاقي انه في نسبه كثير ما نحافظ من اشعارهم، هل اليوم غياب الجمهور عن المسرح، هل اليوم الضغوطات اللي عم يعيشها الانسان انه ما عم تخليه انه يكون عنده وقت يروح ليسمع، او هي ما في انتماء لهذا الشاعر، او نحن ما كثير على هوانا، شو برايك؟ لا السبب مش الجمهور، السبب هو الشاعر. نعم. اعطيني ماده جيده انا بعطيك جمهور. هلا اعملي اغنيه حلوه انا بكيفي بدي اسمعها؟ ما هي بدها تفرض نفسها علي. صحيح. فما في عنا مع الاسف الشديد مع كثره الشعراء لغياب الانتماء، لغياب الهدف، لشخصنه القصائد، يعني هلا شاعر بده يطلع يعمل لي قصيده سهروا في الليالي، شو بتفيدني انا؟ انا بدي شاعر يحكي عن الامي، عن افراحي، عن اتراحي، عن اوجاعي، عن شيء بخصني. لما تمام. بيكون شاعر هو ملتصق بالجمهور، هو اللي عنده انتماء، هو اللي عنده المادة اللي تغريني، ايه انا بحفظها. بس ما في عندنا شاعر، في شعراء لكن قلة ومعدودين على الأصابع. عندما ينتفي الانتماء من الشاعر تمام. يصبح شعره وأدبه وكأنه حبر على ورق لا يؤثر بالآخرين. يعني اليوم دكتورة الشعر لما بده يختار البحث أو الشعر هذا الشيء ليعزز العلاقة الأبدية بين الإنسان والهوية، وطبعا المكان حتى يختار هذا الشيء لازم يكون مبني على رؤية شمولية لمفهوم الوطنية. نعم. وكمان لازم يدرس البيئة المحيطة والظروف يمكن السياسية الاقتصادية الثقافية الاجتماعية اليوم للمواطن. نعم صحيح. اكيد دكتوره بنرجع بنقول يعني انا من اشخاص يعني روحانيا القصه عندي يعني يا بشعر فيها للكلمه يا اما ما بشعر، بغض النظر عن المحتوى، يعني احيانا المحتوى بجوز وطني غزلي اجتماعي ممكن يلامس الارواح، هون بنرجع بناكد على نقطه على دور الشاعر وطريقه القائه. دكتوره اداب كثير شكرا لحضورك، شكرا لهذا الحضور المميز لإلك، بلقاءات اخرى حيكون لنا اكيد محاور اخرى نحكي فيها، شكرا لإلك. يا اهلين، شكرا كثير لك، شكرا لحضورك معنا.